طبعا لسه في ملفات كتير جدا محتاجه مناقشه مستفيضه، زي المرور، زي العشوائيات، زي قطار العمريه، قطر ابو قير. قريب قوي هيكون عندنا حلقه خاصه نطرح فيها كل التساؤلات دي. لكن دلوقتي خلينا نركز في الموضوع الاكثر اثاره للجدل، موضوع الكوبري. عشان كده هيكون معانا دلوقتي على الهاتف دكتور هشام سعودي، عميد كليه فنون جميله جامعه الاسكندريه، وهو عضو في اللجنه المشكله لمناقشه، او يعني زي ما اقول الحوار المجتمعي حول الكوبري. اهلا وسهلا دكتور هشام. اهلا. اه دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا احمد؟ الله يخليك يا فندم. دكتور، تم ايه في اجتماع اللجنه امبارح والنهارده؟ لا طبعا الاجتماعات كلها في الامور الفنيه المشكله خاصه بالمنطقه بتاعت الكوبري فقط. أو دكتور استاذ حضرتك الصوت يبقى اعلى شويه بس. مرتبطه بالموضوع بتاع موضوع الكوبري فقط في المنطقه بتاعت الشارع طبعا، وتحديدا دي لانها طبعا حساسيه كورنيش اسكندريه في التعامل معاه وخطط التطوير بتاعته بالتاكيد لها دور مع المجتمع السكندري، وده اللي عمل الراو لان ما كانش في عرض مجتمعي كافي للمشروع عشان الناس تبقى متفاعله مع مشروع فعلا بيشوفوا مدى دوره ومدى خدمته لمدينه اسكندريه. وهو الدراسات الفنيه اللي متقدمه بالنسبه للمشروع طبعا راعت في تحديدها حاجات كتير خاصه بموضوع المناسيب بتاعت الطريق والطرق السطحيه والطرق السفليه والمحاور ونقط الدوران وعلاقة القادمين من البلد وكذا، يعني حاجات كتير جدا فيها بتحقق ان انا لو ببساطة جدا عشان بس الناس تستوعب الموضوع ان هو في فرق منسوب على طريق بتستغل فرق المنسوب بتنزل تحت الفرق المنسوب. لو انت عندك الطريق السطحي الحالي هم 5 حارات يمين 5 حارات شمال، انت بتوفر زيهم في المنسوب العلوي وبتضيف عليهم 3 حارات في اليمين و3 حارات، فاذا انت بقى عندك السطحي المنسوب السطحي الحالي ده هيبقى 3 و3 يمين وعندك 5 و5 فوق، فانت رفعت الكفاءه بتاعت الحارات المروريه بخلاف ان ما فيش تعارض ما بين الحركات الافقيه على المستوى المداخل يمين وشمال للنوادي او الخدمات اللي موجوده وما بين الطريق الطولي اللي بياخدك من البلد لحد المنطقه بتاعت الرب. ده في بعض النقاط الفنيه تم مناقشتها بصوره دقيقه جدا على مستوى تدبير حركه المشاه وحركه الدراجات وكمان ان يبقى في العروض الكافيه من حركه المشاه الشكل الجمالي بنفس صوره الكورنيش الحالي وطريقه تنفيذه، يعني في امور كتير جدا في التفاصيل الفنيه تم مناقشتها والاعتراض على بعض الموضوعات اللي فيها ممكن تعمل خلل او تعمل نوع من عدم المرور السيوله المروريه في بعض المناطق في المنطقه القبليه. الامور طبعا بتاخد وقت في التعديل، مش وقت يعني لسه في تعديل، في عرض تاني من الاستشاري بتاع المشروع اللي بعد التفاصيل الخاصه مع اللجنه. دكتور معلش اعطي حضرتك، يعني انت شايف تجاوب او مرونه في التعديلات؟ لا طبعا، اصل ما فيش حاجه. بص المجتمع المدني السكندري احمد في ليه دور، يعني انا بتكلم عليه دلوقتي كمختص، لكن انا واحد من عضو من المجتمع المدني، احنا بنقول اللي حصل في اسكندريه كان لازم المجتمع المدني هو اللي صعد مستوى الحوار لمستوى انه يقابل من جهه الاداره من المحافظه ومن المحافظ انه يعني لازم تتحط الامور في نصابها الطبيعي، واحنا بنحط علامه جديده في علاقه اي مشروعات تتم في اسكندريه دون العرض على المجتمع المدني والمناقشات والاورينتيشن الواضح بحيث ان احنا نشوف ده. دي انا بعتبرها خطوه مهمه جدا احنا اخذناها، لكن في الناحيه الفنيه ما ينفعش ان ما يبقاش تجاوب مع اي مشروع هيتم في مدينه اسكندريه مع اراء المجتمع واحتياجات المواطن واراء المخططين ان احنا نوصله للحد الاعلى. يعني يا دكتور اللجنه ما زالت منعقده وقريبا هنسمع عن اتفاق ان هو نزيل بمخاوف المجتمع السكندري؟ بالتاكيد. احنا بص حضرتك، اصل مفيش حد ليه يعني ايه ليه حاجه اكتر من ان احنا نعمل من اجل هذا. المصالح او الوين سيتويشن ما بين المدينه وما بين السكان وما بين الاستثمار يجب انها نراعيها في المرحله الحاليه بالنسبه لنا، لانها من الضروري ان اسكندريه تاخد حظها الاعلى كمان، مش بس على مستوى القطاع اللي احنا بنتكلم عليه وانا قلت ده قبل كده، لا على مستوى كل خطط التطوير اللي متقدمه من محافظه اسكندريه للحكومه المركزيه عشان تدعمها، وده من الضروري ان احنا
نشتغل عليه بالعجاله المناسبه عشان نفتح فرص استثمار جديده لمدينه اسكندريه. نتمنى ذلك. دكتور هشام سعودي عميد كليه فنون جميله جامعه اسكندريه، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. تعالى بقى نخش ناخد الايجابيات بقى بسرعه كده ونشوف النموذج الجميل اللي احنا جايبينه ونقدمه في فقرتنا الجميله خليك ايجابي. خليك ايجابي. الرسول عليه الصلاه والسلام مره قابل راجل ايده خشنه، فمسك ايده كده قال هذه يد يحبها الله ورسوله. طب لما الايد الخشنه دي تبقى ايد واحده ست، تبقى وضعها ايه عند ربنا وعند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ النهارده معانا نموذج لست بيت راجل. ست قررت انها تعتمد على نفسها علشان تصرف على اولادها وعلى بناتها الخمسه. جابت تروسيكل، واكتشفت كمان مش بتاعها حتى، بتاخد تروسيكل تأجره وتشتغل عليه عشان توفر دخل لبيتها بدل ما تمد ايدها. ضيفتنا النهارده الست هنديه مسلم عوض. ازيك يا ست هنديه؟ سلام. اهلا بيكي. الله يخليك يا فندم. انت منين يا ست هنديه؟ من كفر ابو حسين. شرقيه. زقازيق. زقازيق شرقيه. احكي لي بقى الموضوع بدا معاك ازاي؟ احنا هنعرض دلوقتي صور ليكي وانت يومك بالتريسيكل بتوزيع البضاعه انت وبناتك. بس احكي لي الموضوع، الفكره جات لك منين؟ يعني المجتمع ده غريب شويه ان ست تسوق موتوسيكل يعني. كنت بروح اشتغل في محلات، يعني محل كبده رحت اشتغلت فيه، بيأخرني لحد الساعه 1 بالليل ولحد الساعه 2 بالليل، وما ينفعش اخد عيالي معايا. اروح اشتغل اي شغلانه تانية برضو ما ينفعش برضو ايه عيالي تكون معايا. في واحد قال لي، في واحد في عزبه اسمها عزبه عبد المسيح بيأجر تروسيكلات وكده، ممكن تيجي واوديك تعرفي عليك. انا اول بلم خرده عليه اشتغل معايا، يعني الم خرده عليه. يعني كنت بتسوقيه في الاول ولا حد تاني كان بيسوقه؟ لا كانت بناتي بيسوقوا الاول. طب ما كانتش غريبه عندكم في البلد مثلا؟ كانت غريبه، وناس كتير كانوا بيزقلونا بالطوب وزقلونا بالميه ويتريقوا علينا ويقولوا يا بت يا ولد ويتريقوا علينا وكده يعني. فقلت لعيالي مالكوش دعوه بالناس، خليكي ماشيه في طريقك وبص على طريقك بس. اي حد يتكلم مش هنقعد عليه. يعني حتى لو حد ركب معايا واتريق مش هاخد بالي منه خلاص. يعني وبعد كده بقى حصل لايه بقى؟ طب تعالي الاول نشوف في التقرير، نشوف البنات عندك قالوا لنا ايه في التقرير، ناخد التقرير. انا اسمي دينا ودول اخواتي وانا الكبيره وقاعدين في كفر ابو حسين. وكنت متجوزه ومتطلقه ومعايا ولد، وماما بتسوق تروسيكل بتشتغل عليه، بتروح السوق بتحمل مثلا الناس عايزين يروحوا مشوار بتروح معاهم، و يعني هي عيشتنا كده يعني الحمد لله عيشتنا كده. نفسي ان احنا نعيش مستورين واخواتي ستروا زي بقيه الناس، وانا نفسي بص ان ربنا يصلح الحال ويصلح حالنا. وماما عامه يعني هي شغلها، احنا بص اي حد بيشتغل. انت عارفه يا ست هنديه اللي عاجبني فيكي ايه؟ يعني بغض النظر انت ست جدعه قوي، ان احنا نربي ولادنا ان مفيش حاجه في الدنيا عيب طالما حلال. يعني عندنا عقيده دايما، لا انا ما اشتغلش ده، لا ما حدش يشوفني وانا بمسح الارض، ما انا بنت مش عارف ما اعملش ايه، انا شاب جامعي ما اعملش ايه. عاجبني في كلام بناتك ان هم فخورين قوي بيكي. اشتغلنا شغل، انا وبناتي اشتغلنا شغلانات كتير، مسحنا سلالم واشتغلنا اي شغله بتجيب فلوس بالحلال بنشتغل فيها انا وبناتي. طب يومك عامل ازاي؟ بتبداي يومك ازاي؟ يعني يومي بتصحي الساعه كام؟ بصحى من الساعه 3 بنزل اجهز نفسي اصلي الفجر وانزل على الحلقه. يعني بتنزلي تصلي الفجر وتنزلي تروحي الحلقه؟ بروح الحلقه عشان بشيل ناس بضاعه من سوق الجمله للحلقه، وفي ناس بتبقى من السواقه اللي هي هتفرش في الاسواق بيبقوا متفقين معايا، اروح اشيل لهم اودي لهم حاجتهم، وما يجوا برضه هروح اجيبهم من السوق. واليومك ينتهي امتى؟ يعني بروح الصبح الساعه 10 او الظهر كده. اروح اجيب عيش وفطار لعيالي وانا مروحه، اروح انام شويه وبعدين اطلع تاني بالتروسيكل. طب وجيرانك رايهم ايه؟ يعني بيدعم مشجعينك؟ تعالي كده نشوف. تعالي نشوف جيرانك كده بيقولوا ايه. والله ما عادش في حاجه عيب، اي حاجه تجيب اكل عيش وتمشي نفسها كده ولا تنحرف. الست دي ان شاء الله ما حدش بيساعدها وعايزه مساعده
وتعبانه وبتجري على اكل عيشها ومفيش حد بيديها ومفيش حد بيعمل لها حاجه، وكل شايل ايده من ناحيتها هي وعيالها، ودي بتكافح عشان عيالها، عايزه تستر عيالها. تسترها منين؟ نفسي يبقى عندها كل خير، ونفسي يبقى عندها شقه تلم عيالها فيها، نفسي في كل خير ليها، بحيث ان ايه اني مش ليها راجل. بساعدها، بتشيل عيش، بتشيل لنا خضار، بتشيل لنا اي حاجه. من 5 نديها 10، ومن 10 نديها 20، وهكذا. يعني ماشيين معاها، يعني غلبانه يعني، طيبه يعني. ست هنديه، نعم. الناس دي جدعان معاكي بقى، جيرانك واقفين في ظهرك كويس؟ دول يعني بيساعدوني، يعني لو المشوار بيستاهل 10 جنيه يدوني 20، يدوني 15. يعني دخلك اليومي بتجيبي كام كده في اليوم متوسط تقريبا؟ يعني مش كله، ساعات اجيب 50، ساعات اجيب 70. وتدي كام بقى لصاحب التريسيكل؟ هو بياخد النص، بياخد مني النص. يعني 30 40 جنيه صافي. لو جبت 100 هو ياخد 50 وانا 50. طيب انا دلوقتي هعمل لك مداخله تليفونيه مع المستشار الاعلامي لوزيره التضامن الاجتماعي، هنطرح قصتك عليها. اهلا وسهلا دكتور ألفة. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. اتمنى حضرتك تكوني متابعه الحلقه. عليك وبشكرك على الدور المهم. انا متابعاك بقالي فتره من ساعه ما بدات البرنامج، فمبروك، ويا رب يكون مبروك علينا وعلى الاعلام وعلى قضايانا. اشكرك يا فندم. بتتيح المساحه ان انت بتسلط الضوء على المشاكل الحقيقيه للناس. طب حضرتك شفتي الست هنديه، الست الجدعه اللي معانا النهارده، حضرتك شفتي قصتها؟ جدعه جدا، ما يعني زي كل اهالينا الجدعين او الجدعين الجمال. انا اللي ممكن وزاره التضامن، طبعا انا هدرس الحاله بشكل كويس، لانه واضح انه في امكانيات للمساعده من زوايا مختلفه. يعني هشوف ازاي ممكن نساعدها، هل هي عندها مثلا. لا بص حضرتك، باختصار هي مطلقه وما تعرفش جوزها طلقها وراح على فين، ملهاش معاش ولا كرامه ولا غير كرامه. يعني طبعا هي ليها كل الكرامه يعني، بس هي ملهاش المعاش الجديد، ملهاش اي مصدر دخل. طبعا هي تستحق كل الكرامه وكل التقدير. طبعا ده هي بكرامه مصر كلها يعني. قيمه العمل عندها عاليه، فده يستحق من المجتمع ان هو يدعمها ويساعدها. حضرتك هي بالنسبه لنا لازم نعرف هل هي مطلقه ولا لا. لو هي مطلقه ممكن ندخل من خلال بنك ناصر تاخد مطلقه يا فندم هي. نفقه. نديها نفقة. ممكن كمان نشوف إيه إمكانية التسجيل عندهم في القرية أو في المركز اللي هي فيه، هل سجلت، بدأ دخلنا فيها. أنا الحقيقة مش متأكدة. دكتور ألفة، أنا هبعتها لحضرتك. بصي هي هتيجي مع بناتها لحضرتك المكتب، وأستأذنك ترحبي بيها وتشوفها تشرب إيه وآخر واجب. ربنا نروح لها يا فندم، وربنا يخليك، ونشوف كل طلباتها إيه بعد إذن حضرتك. تحت أمرك، وده يعني اقل حاجه ممكن نعمله مع ست جدعه زيها. الله يخليك. عندي برضو معلش طلب هطمع في طلب من حضرتك بعد اذنك. الست دي عن ده واجب عليا. الله يخليك فندم. ده حقها على فكره. طبعا احنا لا نمن على احد يا استاذ احمد. لا انا عندي بس ملحوظه، هي ست هنديه اللي عاجبني انها عندها فكر استثماري، يعني ان هي بتجيب موتوسيكل وتجيب وتودي بضاعه. فيا ريت لو في مشروع من مشروعات متناهيه الصغر، قرض مثلا معين، هي اللي تجيب البضاعه دي وتبيعها لحسابها او حاجه، هيبقى يعني زي برضه نقول ايه، اعطيني فاسا احتطب به، يعني ده افضل من المعاش كمان، بجوار او جنب المعاش. حاضر. انا كنت قابلت دكتوره غاده والي وشرحت لي ان هي عامله مشروع تقريبا كان اسمه فرصه لمثل هذه الحالات. باختصار هو مشروع فرصه ده لسه ما اطلقناهوش، وهيتم اطلاقه قريبا ان شاء الله في يناير القادم. احنا في مرحله بلورته، لكن ممكن الست هنديه ممكن ندخلها بنك ناصر يديها قرض لمشروع صغير، او نساعدها نشوف ايه المشروع اللي يناسبها ندعمها فيه. دكتور ألفة هبعتها لحضرتك ان شاء الله، وهتابع القضيه مع حضرتك، ويا ريت نطمئن ونسمع الخميس الجاي ان شاء الله كل خير عن هذا الموضوع. نشكرك شكرا جزيلا يا فندم على سرعه الاستجابه. شكرا. تمام كده. ايه تاني؟ البيت عندك انا شايف الحمام والاوضه والدنيا مش متظبطه، صح؟ لا كانت الشقه بتاعتي كانت مفروشه وحلوه، بس بطبخ على شعله اللي هي حديد دي. انا كنت تحت انا وعيالي، الحمد لله العيال يعني سلامه حلوين. نفست راحت ماسكه في الستاير ومولعه في الشقه كلها. البيت اتحرق من جوه كله، ما خلاش في حاجه خالص. الثلاجه كانت واقفه كده زي حاجه زي الفحم كده. ما هي لما بتضلم من كله. معلش. ايه تاني؟ وبعدين في ليه يا طلب، كنت انا قاعده الاول في مساكن ايواء كفر عبد العزيز،
اللي هو عند كليه الزراعه هدوه على راسنا وخدوا الشقق وعادونا يدونا شقق تانية وكان في محافظ مسك اسمه رضا عبد السلام مظبوط دوت عشان بيشتغل شالوه. لا بص سيبك من الكلام ده، هو ممكن يكون اتشال عشان سبب مش معلن او عشان حاجه اداريه، ممكن يكون راجل هو اللي طلب اعفائه يعني، دي حاجات عارفه ايه الناس بتتردد. لا هو كان شغال وهو والمحافظ الحالي على فكره هو راجل مهتم بالواقع وبرده كلموه وهيقابلك وهيبقى هو يعني ماشي ليا موضوع الشقه وبعت لي باحث وكله، وعلى كده رحت تاني لمجلس المدينه يمطوحوني من لا لا انا هبعت معاكي مندوب لغايه سيد محافظ الشرقيه شوف حل موضوعك، ومعاكي تليفونات الاعداد كل يعني يوم الثلاث عندك ميعاد مع في مكتب وزاره التضامن وعندك ميعاد مع محافظ الشرقيه هيرتبوا معاكي الاعداد كل الكلام ده، ولو ما نفذوش تعالي لي انا هشوف هعمل لك يعني إيه. حتى صاحب البيت اللي احنا ساكنين فيه بيت صغير وكل سنه بيزود علينا الايجار. لا انت عايزه مجلس الوزراء كله بقى استهداف واحده يعني واحده، خلينا نحل موضوع موضوع يعني حتى اللي عايز يمشينا. اسمعيني بس، الشغل قلنا وزاره التضامن، الشقه هتروح لمحافظ الشرقيه، الايجار انت بتدفع ايجار كام؟ بدفع 350. 350 في شقه صغننه كده، في البيت ده 350 جنيه. وبعدين حكم عليا قال لي ما تطلعيش الا ما توضبي الشقه. يا سلام. ايوه كانت السلوك كمان اتحرقت من جوه وناس بقى يعني ناس طيب هم اللي ركبوا. خلينا بقى ناخد احنا برنامجنا ست دقايق ايجابي، خليني انا اخد الايجابي اللي عندك، انت بتحسي بفخر وانت يعني سايقه تريسيكل وبتاكلي بالحلال وبناتك. مش ببقى تعبانه ولا اي حاجه. حد عايرك مش عارف اصل انت بيعايرني ما باخدش بالي، ولا واللي يشتمني ما بردش عليه، وفي ناس يخلوني ماشي ايوه يا مولعاها ايوه يا ألفت يا مش عارفه ايه من دوني كده، ويعني وساعات يشتمون. طب يشتموك ليه؟ وفي يا جدعانه اكتر عشان هم ما يزعليش مني، ورا راجل كده وتلاقيه متغاظ منك عشان انت بيشتمون يعني كشفتيه. الراجل ايده ناعمه خالص، انا ايديا طالع فيها ايه؟ ما انا قلت لك حديث الرسول اهو عليه الصلاه والسلام يعني هم قاعدين على القهوه مرتاحين ومش سايبين الناس في حالهم. معلش يعني يا ريتهم سايبيني في حالي يعني. كملي طريقك. وانت التريسيكل ده التريسيكل ده سعره كام اصلا؟ والله مش عارفه، هو الراجل عنده تريسيكلات وباجرها بس ما اعرفش ثمنه كام. طب احنا هنشوف برضه موضوع التريسيكل يعني ان شاء الله كله هيبقى تمام، انا مش عايز اصرح بحاجه غير لما يكون في حاجه فعليه يا جماعه، يعني مفيش اجدع من كده ومفيش ارجل من كده. انا عايزه بس اسطر بناتي بس. ان شاء الله هتسطريهم وكله هيبقى تمام. انا متجوزه بنت واحده في الصعيد يعني مش قادره اقول لك كلفتنا قد ايه. ومش قادر اقول لك انا مديونه قد ايه لها. ان شاء الله يعني واخده حاجات بالقسط من هنا ومن هنا، بس برضه سطرتها ومشيتها احسن واحده. ربنا يسعدهم يا رب. وعملت لها جهاز زيها زي الناس اللي مبسوطين. ان شاء الله تفرحي بيهم واحده واحده وتطمئني عليهم، وانا واثق في الساده المشاهدين مشاهدي القاهره 360 يعني ما فيش اجدع من كده، يعني احنا بنلوم اللي ما بيشتغلوش، لكن اللي بيشتغلوا اديك شفنا والله. شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل البنت بتاعت اسكندريه منى، وصلها لغايه العربيه وفتح لها باب العربيه وحللها مشاكلها وجاب لها شقه والكلام ده كله، لان فعلا احنا اللي بيشتغل خلاص بقى كده عداه العيب، ما نقدرش نقول له حاجه، احنا بنلوم الكسلان اللي قاعد على القهوه اللي مش عايز يشتغل، لكن واحده بتقول لك بتصحى من الفجر لغايه مش عارف ايه عشان 30 40 جنيه، خلاص ده اخرها، ده اقصى شغل تقدر تشتغله. الدور علينا كمجتمع ان احنا نزق معاها باللغه الدارجه بتاعتنا، لازم نزق معاها. وان شاء الله ست هنديه انا يعني بصي هيبقى معاكي تليفوني الشخصي وتليفون طاقم الاعداد، مشكله كده هنحلها ان شاء الله، الشقه الشغل كل حاجه بتضايقك في الدنيا دي ان شاء الله هتتحل، طالما انت ست جدعه كده وست راجل ربنا هيكبر بخاطرك. بشتغل مش عندي حاجه عيب لان ما بعملش حاجه غلط. طبعا بشتغل عشان رب اولادي وربنا يسعدهم ويفرحهم. وحتى جوز بنتي اللي هو خدها دوت مبسوط مني ويقول لي اني بشجعك. طبعا ما انت اكيد مديها لواحده جدعه يعني طالعه لامها. وابويا الله يرحمه قبل ما يموت كانت الناس كلها معرضين على ركوب التريسيكل الا ابويا، يقول انا عندي بنت ب 100 راجل. عنده حق الله يرحمه. والله يا زين مخلف وبنشكرك شكرا جزيلا ست هندية. عايزه توجهي اي كلمه لاي حد؟ كنت عايزه اوجه شكر للمشير فتح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشكره على اللي هو المجهودات اللي بيعملها، وانا كان نفسي اقابله والله اللي خلى منى تقابله يعني. اتمنى ان سياده الرئيس هو ما بيتاخرش. انا اول واحده جريت وراه 3 شهور و4 شهور، عندنا الحاج رجب ايوب بيعمل مسير يعني يطلعها عربيات، اول واحده 3 شهور و4 شهور جريت وراه زغرت وارجس واختار. يعني انت بتحب الرئيس يعني؟ وطلع الرئيس يعني مفيش يعني وطلع الناس من بيوتهم. الست المصريه الجدعه اللي الرئيس بيحبها اهي بتطالب ان هو ينظر لها بعين الرحمه. نشكرك ست هنديه شكرا جزيلا ونشكركم، ويا رب دايما النموذج الايجابي ده يخلينا نشعر بالامل ونحس ان فعلا مصر فيها
ستات رجاله او يعني ستات جامدين قوي ومقدرين يعني قدسيه العمل وشرف العمل، وان شاء الله كل المشاكل هتتحل باذن الله وهنبقى احسن طول ما احنا ايجابيين. خليكم ايجابيين ونشوفكم بكره.